عن عفان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ويحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. في مراجعة إن شاء الله بإذن الله للأوسبي بتاع الفاونديشن اوف انسان ايه، عسى الله ان ينفع بها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.